لو دخلت الفيديو يبقى بيهمك، يا رب تستفادي منه. معاكو سارة صبحي، فيديو النهاردة بتكلم عن الطاسة دي وازاي هنضفها. اظن مفيش اسبل من الطاسة دي علشان اعمل فيها التحدي. يلا بينا نبدأ الفيديو بسرعة. هبدأ استخدم السكينة عشان اشيل الطبقات اللي على الطاسة. سلك المواعين مش هستخدمه دلوقتي خالص لانه مش هيعمل حاجة في الخطوة دي. يلا بينا نبدأ. انا مكنتش هصور الفيديو، كنت داخله المطبخ زهقانه فقلت اجرب وصفه كده كنت قريتها على الطاسه دي، علشان جربت فيها حاجات كتير وما جابتش نتيجه ساعتها. فجبت ربع كوبايه كربوناتو وربع كوبايه خل وباكت كركديه من فكرتي، لقيته عندي فقلت استخدمه. وكمان جبت شويه صابون مواعين ومليت الحله لحد لما الطاسه دي بقت غطسانه فيها تمام، وهبدا ساعتها. بدأت المية تغلي اللي على النار وفيها الطاسة. بعد كده جبت سكينة ولبست جوانتي علشان المية كانت بتبقى سخنة نار تمام، فلازم تلبسي جوانتي علشان ايديك ما تتلسعش تمام. وبدأت اعمل بالسكينة، لقيت الطبقة السوداء اللي هي في النص دي بدأت تتشال، وساعتها جريت وجبت الكاميرا علشان اصور اللحظة الحاسمة دي، وفيديو مش هعرف اعمله تاني لان هجيب طاسة زي دي تاني منين اجرب عليها. فقلت لازم تشوفوا معايا ان الطاسة هتنضف بجد وحقيقي، دي حاجة انا ما كنتش مصدقها اساسا تمام. الكاميرا كانت كمان هتفصل فكنت خايفة قوي، يعني قعدت اصور بسرعة اللقطات المهمة في حياة الطاسة دي علشان يعني اعرف ان هي هتنضف بجد ولا لا. تعالوا نشوفه هتنضف ولا لا. تمام، زي ما قلت لكم سلك المواعين مش دلوقتي خالص، هستخدمه في اخر مرحله علشان اخلي الطاسه كلها تبقى ميتها واحده ولونها واحد وتبقى ناعمه من تحت، من عند قعرها من تحت كده. طبعا مش لازم اقول لكم، مش لازم اوضح اكتر من كده، مش لازم اقول لكم هو طلع منها حاجات سودة قد ايه، بس عادي عادي الحمد لله. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الطبقة البيضة دي هي الكربوناتو تمام، وكل لما الحلة بتبرد احنا لازم نسخنها. بنسخنها ازاي؟ بسيب الحلة اللي فيها المكون بسيبها على نار هادية علشان ما تبردش واخلص على طول تمام. هي قعدت انضف فيها من ساعة لساعة ونص، بس حسيت ان ده انجاز بالنسبه لي بصراحه. يعني هي الطاسه اللي انا بنضفها دي كان مستحيل من سبع المستحيلات ان هي تنضف اصلا، فساعه ساعه او ساعه ونص مش كتير على الانجاز ده. انا حاسه ان انا عملت انجاز قوي فكنت لازم اصوره. ماركة الطاسة بانت اهي، ماركة الاهرام، والله كنت نسيتها، استحملت كتير قوي يا طاسة، بس هرجعك تاني زي ما كنت ان شاء الله ما تخافيش.
وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، والحمد لله نجحت في التحدي. في شوية بواقي في الصينية في الطاسة دي، هحاول انضفها بس علشان الكاميرا كانت هتفصل خلاص، فكنت لازم انهي الفيديو. يا رب يكون عجبك الفيديو، ولو انت عندك طاسة زي دي اشك يعني، بس لو انت عندك طاسة زي دي اعملي المكون ده، فرق بجد جامد وانت شفت بعينك. انا مكنتش مصدقة اصلا ان هو بجد هينضف الطاسة كده، وهقلي فيها من اول وجديد. وتابعيني الفيديو الجاي. يلا باي باي. باي.